sanansa savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Elif gibi ağlasam gizli gizli kimse görmese beni derdimi sırrımı kimse bilmese. Kar denen misali bunun sebebi halimi. Dimdik dursam yine bir elif gibi. شكرا لك يا ربي. طيب وين إليف؟ لا تسألي يا بنتي، اجا ابوها واخدها مشان يسجل. لحقوه، روحوا بسرعة قبل ما تسجل. استغفر الله العظيم يا ويلي، لعنة قدي صارت ساعة. لا ما رح يمشي الحال هيك. امشي تعي لشوف، تعي لهول لقلك. يعطيكم العافية أخي، مشاء الله صرنا من الصبح عم نستنى. سجلوا هالبنت بقى، والله العظيم طقت روحنا. الكل عم يستنوا مثلك. فهمنا الكل عم يستنوا، بس أنا عندي وضع خاص وما فيني استنى. مشان الله عملوا شو ما بدكم، بس خلصونا، والله طقت روحي. ممكن توقفوا بالدور؟ ايه مثل ما بدك، امشي لشوف. زيحوا هيك، نحن كنا هون. دخيلك يا ربي، لك شو هالدور يلي ما بيمشي بالمرة؟ أخي ياسين الله يخليك، يا ريت تستعجل شوي. خلص اهدي شوي يا بنتي، ما بدنا نعمل حادث هلأ لا سمح الله. سوء على رياحتك يا أخي. إن شاء الله نلحق لإلي، إن شاء الله الله يسمع منك. يا رب ساعد هالبنت المسكينة ولا تخليها تعيش بهالخجل يا ربي. مو على أساس النتيجة واضحة؟ مو على أساس القرار رح يكون لصالحنا؟ رنا اهدي شوي، لسه ما انتهت المعركة. بس يا أخي أنا يلي انتهت قدام إبراهيم. لا تتصرفي مثل المراهقات اللي بالثانوية، ولا تنسي أنك مساعدة رئيس جامعة قد الدنيا، تعاملي بسياسة. واتركي الباقي علي أنا. ألف مبروك. شكرا. ألف مبروك. يلا ابني بعد هيك، وانتي قربي هاتي هالوراق لشوف. قلتلك هاتيون. لك افتحي هالبطيخة بقى، استغفر الله العظيم. تفضل خود عمي، سجلوها لشوف. خود عبي هالاستمارة. ها عبيها، بس بدنا شي قلم. ها امسكي القلم، يلا عبيها لشوف. لك ليش عم تبحلي هيك؟ شو مع مين عم بحكي؟ عبي الاستمارة. يا
يلا يا بنات استعجلوا شوي يلا يلا. أنا طالع وما رح أرجع اليوم. يلا أعطيهم إياها يلا يلا. وين الصور؟ إيه الصور معي دقيقة تفضل. بابا وقف. أنت شو عم تعملي؟ أنا غيرت رأيي وما رح سجل. وليك إليف يا بنت تعي لهون، شو مفكرة حالك عم تعملي؟ لا تخليني اضربك هلا قدام كل الجامعة. بابا اتركني بكفي بابا، انا ما رح اسجل بهالحالة. ليك قسماً بالله بتضحك بأرضك. انت ما عم تفهم علي. وما حدا فيكن عم بيفهم علي أساساً. إذا وطيت راسي لهيك شي رح أموت، لهيك لا توقف أبداً. إذا بدي أعيش بهالذل هذا بفضل الموت أحسن لي. إليف، أنت سجلت يا بنتي؟ ارفع دعوة عليها، يعني شي بتلعب بعقل البنت وشي بتحقق معها؟ لا هي ما سجلت، أخذت الصور فوراً. إيه وبلا ما تسجل حالة أحسن بكتير ما تعيش مع هذا العار. إيه؟ شو بقى؟ عن جد عيب عليك؟ أنت بتعرف شو تحملت لحتى خليتها تتصور؟ لك شوف إيدي التنتين كيف أحمروا من كتر ما ضربتها على خلقتها. لك يا مجنونة أنت لهلا لسه ما فهمتي شو صار؟ نحن ربحنا، لك ربحنا. عم تحكي جد سهيلة؟ يعني أنا فيني سجل هلا؟ طبعاً فيك تسجلي، كلنا رح نسجل كمان. سهيلة الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا ربي. يا سيدي بتعرف أنا أول مرة شفتك فيها قلت إنه هذا الزلمة سبع ومستحيل يصعب عليه شيء أبدا. الحمد لله لك يا ربي لأنه خلصنا من هاي القصة كمان. عمو إبراهيم الله يجزيك كل الخير ويرزقك يا رب. تسلمي واجبي. يلا لشوف لا تلتهوا بلشوا بالتسجيل. يلا يا بنات روحوا سجلوا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. إيه جبلنا مقبلات وعبيلنا هالطاولة. حاضر أستاذ. الكل رح يأكل كباب ما؟ إيه بس أنا بدي وجبة ونص. ويا سيدي خليهم وجبتين. حاضر، في شي تاني بتريدو؟ بدنا سلامتك، شكرا لك. يا جماعة إذا بتسمحوا لي أنا في عندي كلام وحابة أقوله هلأ لعم إبراهيم. لا تحكي هلأ، تركها عمو خليها تحكي. الأب بالنسبة إلي كان بيعني الخوف. الأب كان ضربة قوية بتنضرب على وشي فجأة، كان زل ومسبات وإهانات. نصيب بيضلوا أبي وطبعه هيك. أساساً أنا كنت فكر إنه كل أب هيك لحتى عرفتك يا عمي. فهمت إنه الأبوة حضن دافي وإنه الأب هو دائماً سند بالحلوة والمرة، والخوف يكون بعيد لما بيكون هو موجود وهو اللي بيسامح إذا حدا من أولاده غلط. أنت قبل بمرة قلتلي شغلة حبيتها، مو قلت لي الله عطيكي قلب كبير ومشان هيك حملتي هذا الاسم؟
صدقني لو ما مسكت بإيدي قلبي ما كان بيتحمل كل هذا التعب. وإذا اليوم كان رأسي مرفوع فهذا الشيء كله بفضلك. أنا مع كل رفقاتي هون دائما رح نضل مديونين لأبوتك. شو صار معه بالكباب؟ تأخر كتير ما هيك؟ مين هو إبراهيم أيكون؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. سيادة الضابط قدرة كاراي بدي يشوفك. حاضر. صبايا انتو كملوا، انا صار عندي شغلة بعدين بشوفكن. صحة وهنا. شوفي استاذ. ولا شي ست عدلية، بعد ما يخلصوا البنات اكل رجعيهم. ماشي يلا. بس خلص ما في شي، خليك يا عدلية خاطركم. يلا صحة وهنا. تفضل. أنا رح غسل إيدي. ماشي بنتي. شو بده يكون فيه؟ يلا صبايا خلونا نتغدى. شوفي ليش ما عطيتوني خبر؟ خبر شو؟ مو بعتين رجالكم؟ ما بعرف هاي الشغلة، ما فهمت شو عم تحكي. اجوا ضابطين على المطعم واخذوا المدير معهم. انت متأكدة انه هن من جماعتنا؟ من منظرهم مبينين هيك. بالنسبة لي ما عطيت هيك امر ابدا. لكن مين عامل هيك؟ في حدا تاني ورا هالشغلة؟ الظاهر انه في حدا تاني طلع فيه، بس نحن ما عرفنا انه نتحركوا. انت استني مني خبر هلا. لك شو الهم والهم الهم قوية يا بحرية هيلا هيلا. ترقوا السمكات يا رجل اقلبهو. لك كمال شو؟ مين في حدا مبسوط أدنى؟ حتى السلاطين مو مثلها. لك البسط انخلق لنا، حطينا البنت بالجامعة والمصاري بالجيبة. حالي حالي حال، مالي مالي مالي, مالي, مالي مال. أولتك صياد وآخرتك زبال. حالي حالي حال، رح وقع على مهلك، رح تغرقنا هيك. رقوص بالنص مشان نتوازن. شوف يا أخي مين كمال؟ هاد اصحاب الحبل. شوفي سيدي، نحن غلطنا بشي، اذا غلطنا بشي سامحنا لانه مو بقصدنا. انا بنتي سجلت بالجامعة وكنا عم نحتفل. هلا بالفرع رح تقلنا كل شي، لا تخاف. شوفي سيدي مشان الله احكي لي، والله جميت قلبي من الرعبة. امشي، انت في شكوى ضدك بقتل بنتك. شو؟ امشي. شو عم تحكي يا سيدي؟ والله العظيم كذب لك، هذا افتراء وكلام عدوين. فريد الشتاية بامانتك. ها لك الله وكيلك، هالحكي كذب، اكيد في حدا بيكرهني، هي القصه والله كذب. شدوا الهم الهم قويه يا بحريه هلا هلا. حضره الضابط ما في اي جثه هون. طيب انت متاكده انه في جثه خاله؟ صدقني عم بقول الحقيقه، امبارح جابني معه وقال لي انه دفنها بهالمكان. ابوكي حكى لك شيء؟ لا، هو قال انه قتلها بس ما قال لي وين دفنها. بترجاك تلاقي لي بنتي بوس ايدك. كيف رح لاقيها اذا ما في جثه هون؟ طيب وين راحت بنتي؟ لكان قال لي وينها؟ وين جثه اليف؟ طلعت عمو إبراهيم فجأة خلتني أقلق عليه كتير سهيلة.
برأيك منشوفه بالسكن اليوم؟ ايه منشوفه ان شاء الله ان شاء الله. خلص المحارب هون، في حدا معه محارب؟ على الأغلب في معي. يسلموا. يا بنات أنا رح أحكي تليفون وراجعة. ماشي. عفواً لو سمحت ممكن أحكي تليفون صغير إذا ما فيها سئلة؟ ولو يا أنسي تفضلي. ألو عزيز؟ إليف؟ أنت مشغول ما هيك؟ أنا أزعجتك شي؟ لا إليف شو هالحكي؟ أنا فاضي. خير صاير معك شي وحابة أني إجي لعندك؟ لا لا أنا منيحة كتير، وأنا مشان هيك اتصلت لحتى قلك أني منيحة. إيه بشري، اليوم سجلت بالجامعة وعم إبراهيم ربح القضية كمان. آه هيك لكان، ألف مبروك. أخيرا قبلوا صورنا ونحن لابسين حجاب عزيز، وبكرة رح بلش محاضرات إذا الله راد. عن جد كتير فرحت لك. يمكن كون ضايقتك بتليفوني، يعني عم بتصل فيك وما بدي إياك تيجي تشوفني. ما بدي اياك انه تفهمني غلط، انت تعبت معي وما قصرت، وانا لولاك يمكن ما كنت رح اقدر اطلع من الضيعه. وفضلك انت بس انا صار عندي الجرأة واجيت لهم. انا اليوم تاكدت انه بدك مصلحتي، وبعرف اني كنت غليظه لما كنت خانقك وبهدلك، مشان هيك انا ما فيني انسى فضلك. عن جد انا بتشكرك من كل قلبي، وبتمنى انك دائما تلتقي بناس مناح مثلك. انا بكفيني انت. الو الو إليف، خلصتي؟ يلا رايحي. ماشي جاي. امشي. مدير السكن اسمه إبراهيم، وهي اللي رحت الحقيقة. مفهوم. Thank you.
شو لإمتى بدنا نستنى؟ كتير مستعجل استاذ؟ انت متأخر على قضية يعني؟ ليش جبتوني لهون؟ انتوا اطلعوا لبرا. شكلك مختير كتير يا حضرة المحامي. بس انت مو متغير. قبل سنين لما خلصنا منك انت عطيتنا وعد اذا بتتذكر ما عاد تتطلع بوشنا ابدا، وخاصة قدام رنا. انا قلت لها هذا شي للست رنا، قلت لها مشكلتي مانا شخصية. قال رنا؟ فهمت يا استاذ، بس انت ما وفيت بوعدك. بلشت بالحجاب وحرضت البنات وفتحت لهم سكن، ورجعت طلعت بوش رنا كمان. دائما كنت ماشي بنفس الطريق، يعني من اول مره تعرفت عليها كنت هيك وضليت على حالي. والله شيء رائع. رنا يلي طلعت بوشي مو العكس، وعلى الاغلب هي هلا ما عاد تطلع بوشي ابدا، لانه بدنا نستمر بهي القضيه للاخر، ما راح نوقف بنص الطريق، وهي الاجراءات الغير قانونيه راح نحط لها حد. لا توثق بحالك كثير لانك ربحت دعوه واحده يا حضره المحامي، لانه حتى لو مرق يوم او مرق يومين او سنين، انت بتعرف شو ممكن يصير لما بيجي دوري اربح. انت رح تتمرجح على هذا الحبل، ورح مرجح وراك كل الرجعيين اللي من امثالك، وهالبنات رح يكون سبب دمارهم هو ثقتهم الزايده فيك. انا رح هد السكن عليهم وعليك، ورح امحي محي. هلا انا رح اعطيك فرصه يا استاذ، يا اما بتقطع حبل مشنقتك بايدك، يا والا بدك تدفع ثمن مقاومتك واصرارك. والشغله واضحه، انت ادرى. الشغله بتكلف رفسه، وبيسعدني ارفس الكرسي اللي رح تنشنق عليه. سيادة الماريشال، في احتمال يشنقوني أو يقوصوني، بس أنت ما فيك تشنق الفكرة أبدا، وهدول البنات يلي أنت بتعتبرن أعداء احتمال إنه تدمرن ويروحوا، بس رح يجي بنات بدالن آلاف، ومثل ما قلت لك هاي القضية ما رح تنتهي أبدا. حتى هالحبل رح يجي عليه يوم ويهتري، رح يهتري يا ماريشال. جانا بلاغ حتى نختم السكن. كيف يعني؟ وليش لحتى تختموه؟ في مشكلة بالرخصة. شو بدي أعمل؟ هذا السكن من سنين مفتوح، هلأ لحتى طلع مشكلة بالرخصة يعني؟ أنا عبد مأمور بيطلبوا مني وبنفذ الأوامر. إيه بس أنا كل غراضي بقيت جوا ولازم طلعهم. يعني شو بس أنت غراضك جوا، ما كلياتنا نفس الوضع. طيب شو رح نعمل هلأ؟ ما في شي نعمل.
أنا والله مستغرب من هالحكي، إن شاء الله بعد معيوني إذا قتلت بنتي. من وين بتجيبوا هالحكي؟ حتى ها أنا سجلتها بإيدي بقسم الطب بجامعة اسطنبول المركزية وحطيتها بالسكن. أنتوا لا تردوا على أمها، هي عقلاتها بتخض، فيك تقول إنها بتتوهم. وبنتك بتتوهم كمان؟ مو أنت اللي قلت لها؟ ليش يا سيدي، مين بيحسب حكي وقتي عصيب؟ يعني طلعت الكلمة مني بدون قصد، ما بعرف إنه مرتي المجنونة رح تشتكي علي. صدق أول ما أطلع من هون بوعدكن إني رح أحطها بمشفى المجانين، لأنه جنانها زاد عن حده. سيدي الرجال صادق ما نقاتلها، واليوم سجل البنت بالجامعة حتى هي عايشة بسكن البنات. ها شفت يا سيدي، عامل لك شو ضروري تعذبوني حتى تصدقوني؟ طيب ماشي تفضل. بالإذن. يا رب شو هالبلوي هي؟ شو ما قدرتي تسكتي؟ بلكي حبسونا هلأ، رح انحبس بسببك وما تفتلت باسطنبول لسا. يلا قالكن عن مكان بنتي شي؟ يلا يا خانو تفضلي روحي مع زوجك هلأ. يعني رح تتركوه؟ لك عم قلكن انه قتل بنتي. ما في هيك شي يا اختي. يلا يعني إليف عايشة؟ طبعا عايشة. لما قلك ما بتصدقي، بس لما بيقولوا لك بتصدقي فورا. حبيبتي شو انتي نسيتي بنتنا؟ ها انتي نسيتي إليف؟ رح ذكرك فيها لا تاكلي هم ابدا. يلا لشوف، خلينا نطلع هلا. يلا لشوف. يلا تعي 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 يا روحي تعي. لك طالما بنتي عايشة ليش ما قلت لي؟ وين بنتي؟ خليني اشوفها بقى. تعالي يا روحي، انا هلا رح فرجيكي إليف. يلا يعني بلا ما تجبيها وتشتكي مره ثانيه وفوت على الحبس بسببك. يلا بدك تشوفي إليف؟ كنتي احكي من الاول، هلا باخذك لعندها. تعالي. مو معقوله قله هالضمير هي، هدول زتونا بالشارع والجو سقعي كمان، رح نموت من البرد هيك. طولي بالك سهيلة، هلا بيجي ابراهيم بيك وبيلاقي لنا شي حل. شو عم يصير هلأ؟ كلنا مو قادرين نفوت. بعرف، أنا هلأ حتى دريت، ويلي صار كتير ضروري. الكاميرا بقيت جوا، حطيتها بغرفة المدير، وإذا حدا شافها منفضح. هدي حالك شوي ولا تتلبكي ماشي؟ رح نكمل خطتنا من محل ما وقفنا. أنت لاقي شي طريقة وطالع الكاميرا من غرفة المدير فورا، بحكي معك. يا ريت لو خبرتني من قبل يا سيدي، كان فيني زبط هاي الخطة. القصة ما فيها قبل وبعد. هالجماعة ما وقفوا الدعوة وهنن مانن خايفين منا أبدا. هاي القصة ما كان لازم تاخد وقت، وكان لازم تنحل فورا، ولهيك أنا بدي حل بأقرب وقت لحتى ما أضطر أتدخل. حاضر، تحت أمرك سيدي. سيدي بتأمرني أي شي تاني بخصوص موضوع هذا اليوم؟ لحظة. بدي طالعوا هذا الرجال من الدعوة وبأقرب وقت. في احتمال انه اي حدا يوصل لهدول الوراء يا سيدي، رح ساوي بحث كامل عن حياته وعن عيلته. انا متأكد انه هالزلمة في عنده نقطة ضعف. عملت بحث كامل وجبت يلي بيلزمنا، والنتيجة بإيدنا. قبل ما تكبر القصة اعملوا اللازم. حاضر سيدي. لأنه رنا يلي بعرفها، عفوا رنا خانم، هيك كانت تعمل، تحس بوجع الناس بمشاعرها وبكل أحاسيسها. دائما كانت تلاقي حل معقول.
مرحبا ست رنا. أهلين نزار بيك. آسف. شكرا لك. ولا يهمك. يلا بخاطرك. مع السلامة. أخي تعالي رنا. شفت نزار؟ طالما اجى على البيت معناها الموضوع كتير مهم. هو مهم؟ طبعا مهم، لانه المحامي على جدول اعمالنا. مسكين هو، حتى ما لحق يفرح بنجاح الدعوة تبعه. ليش؟ شو صار؟ ختموا السكن تبعه بالشمع الاحمر والبنات بقيوا بالشارع. اخي هالشي مو كتير، يعني القصة رح تكبر، ما في غير هالحال. يعني الرجال مصمم يتابع بالقضية وقال إنه أنت يلي لازم تبعدي عن وشه. مين قال لك هالحكي؟ العصفورة قالت لي رنا خانم. يا هشام كيف ما لقيتوا شي؟ أنا عطيتكم مواصفات الزلمة ونمرة سيارته، كيف ما لقيتوا شي؟ طيب هشام، ناطر منك خبر، حاول تحل هاي الشغلة بأسرع وقت. خلصنا بقى، أنا رح أحكي مع هاي البنت ورح قلها تحل عنك. أمي إذا بتعملي هيك ما رح سامحك بحياتي أبداً. لا تسامحني أبداً، وإذا بدك لا تطلع بوشي كمان. أنا بيهمني أعرف إنه أبني رح يضل وضعه سليم وبيكفيني. شوفي ليش هالعياط؟ لأني مليت من الصبح إليف وبالليل إليف. إيش هالأسطوانة هاي؟ ما طلع عنا بالبيت سيرة غيرها. عزيز أنا ما قلت لك من قبل؟ أنا ما شرحت لك شو وضع هالسكن بالتفصيل؟ انت ليش لهلا عم تعاندنا؟ ها ليش مو حابب تفهم؟ فهمان عليك، انت بدك اثبات، هذا اثبات. تفضل شوف، اعتقال وتحقيق في عنا 12 قضية بخمس سنين. را شوف منيح وعارف مين بيكون صاحب هذا السكن. متهم بتشكيل منظمة، تظاهر بدون رخصة ومنشورات، وشو بدك بتلاقي؟ هلا انت برايك انه هذا الرجال له علاقه بتعليم او سكن؟ مستحيل طبعا. هو عنده هدف واحد، ناوي ياسس جماعات معارضه، وهديك البنت معه هلا. شو بدكم تضلوا قاعدين وناطرين؟ لازم نعمل شي، ما رح نستنى حتى يفتحوا لنا الباب مثل الغنم. رح فوت لجوا لأني اجمدت من البرد هون وجعت كتير وبدي غراض. لك انت ما فيكي تعالي بقى. شو فيها يعني؟ خلونا نفتح الباب هلأ ونفوت لجوا. ليش نضل ساكتين؟ والله مو معقول. انت شو عم تساوي؟ شو رح تعمل هيك؟ استني، انت وين مفكرة حالك؟ شو صار لك؟ هن ضغطوا علينا بالجامعة وزلونا وبهدلونا أكثر من مرة وما طلع صوتنا أبداً، ونحن ربحنا. كنا دائماً واقفين مع الحق والعدالة واخدنا اللي بدنا إياه، عملنا الشيء اللي بيليق فينا وما حطينا علينا وحدة. عمو إبراهيم رح يجي بعد شوي، هو بيقلنا شو لازم نعمل. يلا بابا، انت ما رح تعمل شي لأمي مو هيك؟ اسكتي يا بنت، حاجة تلعي، هلا بنرجع، انت اصبري شوي. كمال، نحن شو قلنا شغل بنص البحر؟ إلهام، مو بدك تشوفي بنتي؟ انا هلا بدي اخذك لعند بنتك مشان تشوفيها، اصبري لك شوي. إليك شو قلها شغل بالبحر؟ شو قلها شغل؟ ما هي؟ طولي بالي.
استني، رايحين عند إليف. ها؟ ببعتك لعندها هلا؟ اصبري شوي بس، إليف بقلب البحر هلا. طلعي البحر وشفتيها هلا، مبينة معك مو هيك؟ شفتيها؟ بدك تسمميني ما؟ وتشتكي علي؟ ما حدا منهم صدق حكيك، تعرفي ليش؟ لأني قلت عندك مجنونة. حقوقة، الله يوفقك تركي الحقوقة. بابا شو عم تعمل أنت؟ أنا ما بدي أسمع اسمها، ماشي؟ ما بدي أسمع اسم إليف، ما في إليف، إليف ماتت، هي بقلب البحر، إذا بتقدري انزلي طالعيها، وإذا ما بتقدري بتسكري تمك، فهمتي؟ يا بابا اتركي من شان الله. بدك تسكري تمك، فهمتي علي؟ وإلا أنا رح موتك، والله العظيم رح موتك، ورح أبعثك لعندها، إيه؟ يلا قومي. سيها. قلتلك ماتت. سيدي منتشكرك كتير لأنك قبلت تسمعنا. العفو، أصلاً نحن من واجبنا إنه نسمعكم ونعرف مشاكلكم. شكراً سيدي، في عنا مشكلة كبيرة، نحن تحت المراقبة. بي مفهوم، ودائما مهماتنا بتتغير، ونحن بيوتنا عم ينفات عليهم بدون اي مبرر او حتى اذن مسبق، على اساس عم يزورونا، صرنا نحسب حساب لخيالنا. صارت صلاتنا مثل ذنب ماله مغفور، وما فينا نروح على الجامع لانه عم نتراقب باستمرار. انا استاذ الثقافه الدينيه داخل الكليه الحربيه، وللاسف عم يلزموني باوامر غلط. عم يطلبوا مني حلل الافطار برمضان، وانا بصراحه ما فيني. طيب كيف فيني اقول هيك شيء سيدي؟ في عندي اطلاع كافي. أنا بتمنى تعرفوا أنتم وواحدكم بالمؤسسة في عنا كتار بيعرفوا كيف يحترموا الناس على اختلاف عقائدهم وأفكارهم، وبعتبر حالي واحد منهم. شكرا سيدي، نحن من شان هيك طلبنا أنه نجتمع فيك. من هلا أي شيء بدايقكم ترفعوا لي تقرير فيه فورا، ولكن علي أني أخذ لكم حقكم ضمن القانون، وأنا اللي رح تابع القضايا شخصيا. يا بنات انتو شو عم تعملوا مع شنطيكن برا؟ زتونا برا يا ابراهيم بيك، قالولنا ما عندكن رخصة وختموا الباب بالشمع. ليش هيك عم بيعملوا معنا عمو ابراهيم؟ شو عملنا معهن نحنا؟ شو بدكن تعملوا اكتر بنتي؟ انتو ربحتوا الدعوة، قدرتوا تطالعوا رخصة بالحجاب، في ذنب اكبر من هاد ممكن حدا يرتكبه؟ عن جد حد السبب استاذ؟ بنتي الحقيقة أصعب من هيك، وبيكفي إنكم تعرفوا هذا الشيء. طيب شو بدنا نعمل؟ وين رح نسكن؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويطول لنا بعمرك. هيك ما بيصير يا أستاذ، معقول تستنوا قدام الباب للصبح؟ كل واحد منا رح ياخذ بنتين على بيته. الحق معك، وأنا هيك رأيي. يلا يا بنات احملوا شنطيكم. عمو إبراهيم ما بيصير، شو أنت بدك يعنى نستسلم بهالسهولة؟ قليل اللي تحملناه قبل هلأ، يعني مو معقول نتراجع هيك. تحملنا وتعذبنا كتير من شان الصورة، وهلأ رح نضل واقفين هون لحتى يفتحوا لنا الباب. شو هالحكي هاد؟ هيك أنتوا رح تمرضوا. صح، كتير بارد الجو وما فينا نتحمل. يلي عمل هيك شي اليوم بكرة بيعمل شي أكتر بكتير، إذا اليوم سكتنا بكرة ما رح نقدر نواجههم أبدا. كلامك صحيح، خالتو جاله بيلتقى عندك شوية عواميد ومشمع. استني يا بنتي استني، شو ناوية تعملي بالغراض هاي؟ نحنا رح نرجع نفتح سكن البنات مرة تانية مشان يكون بعلمك. اوعك تقرب ايدك. قلتلي مدير السكن ما؟ بقيان شي اسمه سكن؟ لا، معناها ما في داعي تطلع علي بالعالي وتتدخل. كيف بتحكي مع عم إبراهيم بهي الطريقة؟ فكرتي بالوضع يلي أنا انحطيت فيه؟ أنا نفسيتي كلها انتزعت بسبب هالقضية. عفواً، وين صايرة جامعة اسطنبول المركزية؟ امشي لقدام شوي بتلاقيها. شكراً. وين في فايدة لحجابك أكتر؟ وهو عم يغطي لك شعرك؟
ولا وقت ينقذ حياة شخص رح يموت قدامك. أبي ضربني وعمل فيني هيك، ضربني مشان أتصور بالبيروكة، بس عمو إبراهيم أنقذ كرامتنا وشرفنا وفضله قدر يسجل حالي بالجامعة مثل ما أنا وبحجابي. عمل هيك لتوثقوا فيه، أنت شو متوقع يعمل غير هيك؟ Dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi. Hayatım köldüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese. Karı denen misali bu, sebebi hangi?